دكتور سامي، صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا بك دكتور. اذا موضوعنا اليوم عن الجلد. بس يعيشك، الحمد لله. لاباس دكتور، شكرا لك. اذا موضوعنا عن الجلد، موضوع يمكن اردناه نحن للمشاهدين بسيط وتوعوي لنساعد الناس على معرفه اهميه الجلد وتاثيره على الجسم بشكل عام. دعنا نبدا من فضلك بتعريفنا عن الجلد، الشيء البسيط الذي يمكن لا نعلم عنه كثير من الخبايا. نحاولوا باش نبسطوا شويه الجلد، خاطر عالم كبير. صحيح. ونحاولوا نبسطوا شويه. الجلد هو اكبر اعضاء الجسم، يعني الوزن نتاع الجلد يمثل 6 كيلوغرامات عند الانسان البالغ، ويمثل ريسك 2 متر مربع من المساحه. هذا كان نشرحوه في الجلد. الجلد هو الواجهه الرئيسيه للانسان. واحد يمشي في الشارع، يمشي في حل. الواجهه هي الجلد، هي الشعر، هي الاظافر. الانسان وقت يشوف الجلد. والجلد عنده وظائف عديده ومتعدده. الوظيفه الرئيسيه للجلد هو خط الدفاع الاول للبشر، للجسم كامل. يعني هو الحاجز، هو الحمايه الاولى. الوظائف الاخرى الرئيسيه اللي هي كما جهاز التبريد. يعني وقت تسخن الدنيا، الأوعية الدموية متاع البشرة تشد الدم الداخل باش ما تخليش هكا الحرارة تخرج. وفي الصيف بالعكس، يفرز العرق، يفرز حاجات باش يبرد هكا الجسم هذاك. هذا إضافة على جهاز المناعة الموجود داخل البشرة. والوظيفة الحسية، الإحساس متاعنا بالألم، بالحرارة، الإحساس الحسي، كلها تفاعلات اللي هي في علاقة مباشرة بالعالم الخارجي وبالعالم الداخلي للجسم. طيب دكتور، إذا تحدثنا عن طبقات الجلد، يعني ذكرت أهمية أنه هو درع لحماية الجسم، ذكرت أهمية وأنه هو يعني أهم عضو موجود يمثل مناعة إلى كل الجسم، وما هي يمكن كما ذكرنا الطبقات وأهمية كل طبقة للجلد اللي موجودة في أجسامنا؟ الطبقات متاع الجسم هي ثلاثة. عندنا الطبقة الخارجية اللي هي البشرة، اللي هي الإبيديرم. تحتها ثم الديرم واللي هي الأدمة، وتحتها هو النسيج تحت الجلد اللي هو الليبوديرم. الثلاث طبقات هذه متكاملة في بعضها. يعني الطبقة الأدمة هي فيها العروق، هي اللي فيها الأعصاب، هي اللي فيها كل شيء. الطبقة الخارجية هي فيها الليبيديرم، يعني فيها اللي يعطي اللون متاع البشرة، تعطي الخلايا اللي هي تفرز هكا لاكوش كورني اللي هي تحمي البشرة. الطبقة السفلى هي فيها كما الشحوم، فيها الخلايا الدهنية واللي هي تمثل كما الرافد للأدمة. يعني هما ثلاثة طبقات متكاملين في بعضهم، واحدة تكمل الثانية والثانية تكمل الثالثة، والكلهم يتكونوا بعضهم. لولا نبدأ بالأدمة، والأدمة تطلع لفوق تولي توصل للبشرة، والعروق كلها باش تتعدى من الطبقة اللي تحت الجلد توصل للأدمة هذيك اللي دارم. جميل. ماذا عن أنواع الجلد؟ يعني كيف تختلف هذه الأنواع عن بعضها؟ أنواع الجلد تختلف عن زوز تقسيمات. ثم التقسيم اللي هو نوعية البشرة، ثم البشرة الجافة، ثم البشرة الدهنية، وثم البشرة الطبيعية. البشرة الجافة هي فيها نقص في الدهنيات، المسام صغيرة وتجف، ومعرضة أكثر تقلبات الطقس تأثر فيها بصفة كبيرة. الطبق الجلد الدهنية بالعكس معناها تقاوم، أما زادة عندها احتمالية أنها تعمل لك البثور، تعمل لك الحبات الصغيرة في البشرة، تعمل كذا. الجلد الطبيعية هي جلد متوازنة. أما ما نجموش نقولوا اللي ثم جلد كلها طبيعية. ثم ناس اللي هي تعطي أكثر على الجفاف متاع البشرة، وثم ناس أخرين تعطي أكثر على البشرة الدهنية، وثم البشرة اللي هي متوازنة. طيب إذا تحدثنا عن الإفرازات الجلدية المختلفة، مثلا هناك أنواع جلد تكون دهنية كما ذكرت، وأخرى يعني يمكن طبيعية، وأخرى عندها أكثر جافة كما نقول، وهناك أيضا
أنواع طبقات من الجلد التي تفرز رائحة معينة. ما هي هذه الإفرازات المختلفة؟ الإفرازات باش ندخل في عالم الغدد. فيه كما الغدد تتكمل المهمة بتاع الجسم. الغدد ثم اللي هي تابع الشعر. احنا في الجلد ثم مناطق كبيرة مغطية بالشعر. وحتى ساعات الشعر يكون خشين، شعر يكون جويد. أما ثم الدهن السيبوم اللي هو يجي فوق البشرة واللي هو يعطي هك الزيت اللي فوق البشرة. وثم الغدد العرقية. الغدد العرقية زاد نوعين، ثم أنواع اللي هي تجي في الإبطين، تجي في المناطق التناسلية، تجي كذا، واللي هذيك في العادة اللي هي تعطي الرائحة وتعطي بفورم وتعطي حتى الرائحة الخاصة بالشخص. وثم الغدد العرقية الأخرى اللي هي المهمة متاعها هي تبريد الجسم، يعني باش تكثر هك المساحة اللي هي ما بين البشرة وما بين العالم الخارجي. الإفرازات والروائح وكذا اللي هي عندها علاقة خاصة في المناطق اللي هي في الإبطين وفي المناطق التناسلية اللي هي عندها خاصية اللي هي تعطي شوية الروائح هذيك. طيب دكتور، إذا تحدثوا عن الدور الحسي والعصبي للجلد، يعني ذكرنا الإحساس بالألم بالبرودة، ذكرت لنا أنه كيف يتعامل الجسم خاصة مع تغير الطقس، ولكن ماذا عن الأمور الأخرى، تحسس الأشياء أو الألم؟ يعني كيف يمكن أن نتحدث عن الدور الحسي للجلد؟ نسمعش فيك دكتور، أعتقد أنه اتصالنا انقطع بدكتور سامي. إن شاء الله نتمنوا أنه يتحسن الاتصال مرة أخرى معه. مرة خلينا نعود ونجربه. دكتور سامي، دكتور سامي، يعني ما زال الاتصال لم يجهز مرة أخرى مع الدكتور، عذرا على هذا الانقطاع. مشاهدينا، موضوع مهم، نتحدث عن الجلد، نتحدث عن الطبقات المختلفة الموجودة في جلد الإنسان. يعني دكتور سامي أعطانا لمحة كبيرة عن طبقات الجلد، أنواع الجلد، كيف يعمل الجلد، إلى أي مدى الجلد مهم في